علي صباح عم الخير يعني من حوالي تفضل. صباح الخير نانسي. يعني من حوالي النصف ساعة نانسي انتهت النسخة الأولى من ماراثون من سباق ماراثون حرمون. هيدا الماراثون يعني بتفرع منه ثلاث سباقات، سباقات الواحد كيلومتر، سباق الخمسة كيلومتر، وسباق العشرة كيلومتر. صحيح انه هيدا الحدث رياضي لكن مضمونه بيروح لأبعد من الرياضة، بيوصل لأهداف اجتماعية، أهداف ثقافية، وحتى أهداف سياسية. كلنا بنعرف انه منطقة العرقوب تحديدا عانت من إهمال وحرمان من الخدمات من الدولة طبعا من فترة طويلة ومستمرة لهلا. اليوم هيدي المنطقة عم تأكد من خلال هذا الحدث انه هي منطقة بتحب الحياة وبتأكد على رغبتها بهيدا الموضوع. الحضور كان متنوع جدا، كان حضور سياسي متمثل بنائب عن كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، وأيضا ممثل عن قيادة الجيش وقوى الأمن واليونيفل، وأيضا الجمعيات والمجتمع المدني، وبالإضافة لطبعا العدائين وحضور شعبي من كافة البلدات المحيطة بمنطقة الهبارية، بالشبعة، طبعا كوكبة، بالخصبانة ومختلف المناطق. هذا السباق هو برعاية وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي، وطبعا بالتعاون مع وزارات السياحة والتربية والثقافة وجمعية بيروت ماراثون، وطبعا بإشراف اللجنة الأولمبية وأيضا الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. نعم. المشاركة كانت أيضا من اتحاد بلديات العرقوب، الخصباني، وجبل الشيخ، بالإضافة لبلديات جديدة مرج عيون، إبل السقي، والخيام. قبل ما أختم رح يكون معي رئيسة جمعية بيروت أو حرمون ماراثون طبعا عايدة. أهلا وسهلا فيك عايدة جمعة. يعني لأول مرة بنشوف هيدا الموضوع بهيدا المنطقة، هيدا السباق، شو أهمية هذا الموضوع برأيك؟ أول شيء بدي أشكر كل العدائين اللي إجوا من كل المناطق اللبنانية من الشمال لجنوب ومن بيروت. تاني شيء هيدا الحدث هو بمثابة تحدي لأنه هيدا المنطقة منطقة أهلها لازم يقوموا يعملوا فيها هيدا النشاطات، وبما أنه نحن من هيدي المنطقة كلنا الأشخاص بجمعية حرمون ماراثون ننتمي لهيدي المنطقة، وأكيد في ناس معنا بيساعدونا بالتحضيرات مثل جمعية معا لبنان، مشكورين ساعدونا جمعية بيروت ماراثون، وأكيد بدعم من البلديات، اتحاد بلديات العرقوب واللجنة الأولمبية. أنا اللي بدي أقوله أنه هيدا الحدث كان هو حيتكرس للسنة اللي جاية، لأنه نحن جمعية حرمون ماراثون جاهزين لإقامة كل النشاطات والاحتفالات الرياضية والسياحية والتراثية بهيدي المنطقة. نحن جاهزين، بس نحن بحاجة أكيد لدعم، دعم من الدولة، دعم من البلديات. هيدا تحدي لأنه منطلق هيدي الصرخة من هون من سوق الخان، لنقلكن نحنا شباب وصبايا المنطقة مأمنين بلبنان ومأمنين بأرضنا ومنطقتنا. ومثل ما دايما بغني وبقول وقالة صباح راجع على ضيعتنا وعلى الأرض اللي حبتنا، لأنه إذا مش نحنا أهل المنطقة رح نرجع نجي نعمل هيدي الإنماء سياحي رياضي، ما حدا رح يجي من أي بلد تاني يعملنا هيدا النشاط. شكرا لك. يعني هيدي هي الأجواء كانت من منطقة العرقوب. نعم شكرا علي.